هذه الجامعة التي تعهد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن يعطيها المكان الطبيعي كمساهمة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. إذن هذا الشباب الجامعي الذي يمثل اقتصاد الابتكار للجزائر الجديدة، المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي ترسو فيه الجامعة التي أصبحت جامعة من المدينة وفي المدينة وفي خدمة المدينة، وبالتالي فتحت أبوابها للمواطن يدخل إلى الجامعة ويخرج من الجامعة. على مستوى المركز الجزائري للاستشارة الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية، طبعا رفقة زملائي داخل هذا التنظيم الاقتصادي، كذلك رفقة زملائي من رؤساء التنظيمات الاقتصادية، كلهم وعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لمرافقة هذا الجهد العمومي. أن الانتخاب هو حق، لكن عندما يتعلق الأمر بالواجب الوطني مثلما قدم أسلافنا واجبهم الوطني إبان الحرب التحريرية، اليوم نحن في حرب التنمية وحرب أيضا اللوبيات والتكتلات الدولية والأجندات الموجهة ضد الجزائر، وبالتالي يصبح الحق واجبا في مواجهة الوطن. الجزائر اليوم تنادينا من أجل 7 من شهر سبتمبر حتى نعزز وندعم مؤسسة رئاسة الجمهورية حتى تقوى بنا جميعا، نلتف حول مؤسساتنا الدستورية ودعمنا دائما لوطننا حكومة وشعبا ومؤسسات مدنية وعسكرية، كلنا من أجل الجزائر يوم 7 من شهر سبتمبر، لأن الجزائر تنادينا. أعتقد أنه المشاركة اليوم شاركت بصفتين، عضوية المركز ك يعني هيئة منظمة لهذا الملتقى، وأيضا بصفتي كمستشار أو خبير في الجانب الاقتصادي طبعا، وأيضا كل ما يتعلق بالسياسات المالية. بالنسبة لملتقى اليوم، تعرفوا أنه كان موسوم بالتشبيك الاقتصادي، وهذا وش مقصود لغويا ظاهر للعيان، أنه هناك محاولة لخلق علاقة تواصل ما بين كل الفواعل اللي يدخلوا في الاقتصاد، سواء بالنسبة للإدارة يعني الحوكمة أو المتعاملين الاقتصاديين خواص وعموميين، وأيضا خبراء، وأعتقد أنه أيضا دور كبير للإدارة المحلية. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. احنا كممثل مجلس الأمة هنا في الدعوة التي وجهت لي من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار والتطوير الاقتصادي، أظن أن احنا كأعضاء مجلس الأمة كانت لنا مساهمة كبيرة في من خلال التوصيات والجلسات العلنية التي قمنا بها ومشاركتنا في الندوات الوطنية لقانون الاستثمار. وفي نفس الوقت أنا كنت نائب رئيس البرلمان المتوسطي وعضو المدار المتوسطي التي نساهم كثيرا في من خلال الدبلوماسية البرلمانية في ترويج الاقتصاد الجزائري وترويج القوانين الجزائرية التي وترويج للشباب الجزائري الموجود. والآن نشاهد شباب جزائري يربط بين الجامعة والاقتصاد التي هي هي سابقة بحضور، الآن كانت عدة اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه تكون الآن الجزائر برهنت أن بشبابها يمكن أن تعطي أشياء كبيرة، وهناك حتى شركات الآن منجزة من خلال الحاضنات، من خلال تواجد الجامعة والأبحاث التي يتجدها الاقتصاد. وكما قلت في من خلال مداخلتي، هي كما يقول رئيس مجلس الأمة مجاهد صلاح قوجيل، لا يمكن الاستغلال حقيقي بدون استغلال اقتصادي.